أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة إخبارية جديدة في برنامجنا كشك الصحافة. بعد اجتماع مجلس الحكومة، دولة الاحتلال الإسرائيلي تقرر إغلاق مكاتب قناة الجزيرة نهائيا. في موضوع مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، صحف عبرية تقول إن الساعات القادمة مرهقة للأعصاب، ومصر تؤكد أن هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات. ميليشيا الحوثي تشن حملة هستيرية في عمران على قاعة الأعراس وتختطف فنانين. أهلا بكم. قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم بشكل رسمي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة برئاسته قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل التي اتهمها بما سماه التحريض. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية للجزيرة بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة. كان نتنياهو قد اتهم قناة الجزيرة بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. نقل موقع الجزيرة عن صحيفة يديعنوت أحرنوت العبرية قولها إن وزير الاتصالات الإسرائيلي ينوي التوجه لقائد المنطقة الوسطى لمنع عمل الجزيرة في الضفة أيضا. بعنوان هل سيعرقل نتنياهو الصفقة الأمنية الضخمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية؟ نشر سامر الأطرش مقالا في صحيفة التايمز البريطانية ترجمه موقع بي بي سي، وقال فيه إن أمريكا والسعودية تضعان اللمسات الأخيرة على صفقة تاريخية. تقول مصادر إنها ستعرض على بنيامين نتنياهو في غضون أسابيع، وسوف يمنح البلدان رئيس الوزراء الإسرائيلي خيارين اثنين، إما أن تشوه الحرب في غزة إرثه أو تصقله باتفاق تاريخي. ووفقا لكاتب المقال، فإن المطلعين على الاتفاقية يقولون إن الولايات المتحدة ستعرض على السعودية توقيع ميثاق دفاعي، وستساعدها في بناء محطة نووية مدنية، فضلا عن التعاون في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، مقابل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل والتوقيع على اتفاقية أبراهام التي وقعت عليها الإمارات والبحرين في 2020. جاء في مقال الأطرش أن هذه المحادثات تراجعت نسبيا بسبب أن أحد شروط المملكة العربية السعودية للصفقة هو التزام إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية. يقول الكاتب إن أمريكا والسعودية تعتقدان أنه لم يتبقى لديهما سوى القليل من الوقت لإبرام اتفاقية الدفاع والمعاهدة النووية التي ستسمح للرياض ببناء محطة نووية، ولكن ليس لتخصيب اليورانيوم. يرى الكاتب المصري في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن أن الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة هي بداية لحركة اجتماعية ضد حالة أمريكا ومستقبل الديمقراطية وقضايا أخرى. المقال نشر في موقع الجزيرة وجاء بعنوان غضب طلاب أمريكا طلقة كاشفة لحركة اجتماعية وليدة. تؤدي الحركات الاجتماعية دورها وتذهب إلى ذمة التاريخ، تبدو دوما أشبه بذكر النحل الذي يلقح الملكة ثم يموت، أو هي رفة الفراشة التي تنتهي إلى عاصفة تكنس أمامها كثيرا من الأشياء. هنا يثار التساؤل، هل اعتصام الطلاب الأمريكيين يشكل حركة اجتماعية؟ أم هو مجرد تعبير عن موقف سياسي عابر؟ الحقيقة أن الإبادة الجماعية في غزة إن كانت قد حركت ضمائر عامرة بالإنسانية بل زلزلتها، فهذا انتقل بفضل وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني من مجرد الأسى والحسرة النفسية الشخصية التي تجعل كل فرد متعاطف مع فلسطين أو رافض سلوك إسرائيل يتوجع وحيدا، إلى فعل جماعي لا يقتصر على طلاب كل جامعة على حدة، إنما يتم تشبيك مختلف الجامعات في هذا الاتجاه، بل تعدى الأمر حدود الجامعات ليجذب قطاعات من المجتمع حتى خارج أسر الطلاب وذويهم. لكل هذا ليس من المستبعد أن يسعى الطلاب الذين قمعتهم الشرطة وفضت اعتصامهم عنوة إلى التواصل بطرق أخرى،
لا سيما إن استمرت إسرائيل في إبادة أهل غزة وتشكيل حركات اجتماعية خارج الجامعة تضم أيضاً كل من يؤمن بموقف الطلاب وأفكارهم من بين الأمريكيين. وهنا أتوقع أن ينطلق الأمر من مناصرة فلسطين إلى مناقشة ما آلت إليه حالة الحرية في أمريكا ومستقبل الديمقراطية وأضرار النزعة الاستعمارية للولايات المتحدة. لقد واجهت السلطات الأمريكية في كل ولاية وعلى المستوى الفيدرالي اعتصام الطلاب بقسوة لم يسبق لها مثيل منذ أن رفعت الولايات المتحدة شعار قيادة العالم الحر في وجه الاستبداد الشيوعي وحتى الآن. ومثل هذا التصرف يمكنه أن ينهي اعتصاما في مكان ما، لكن ليس بوسعه أن يخلع مبدأ يؤمن به معتصم أو ينسيه موقفا اتخذه وكان لديه استعداد ليضحي من أجله بالكثير. تبدو الساعات المقبلة مرهقة للأعصاب وحاسمة في موضوع صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. فقد أفاد تلفزيون القاهرة الإخبارية أن هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات بين حماس وإسرائيل وأن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف. بحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد نقلت القناة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن ما ينشر عن بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق. أوضح المصدر أن عودة الفلسطينيين المهاجرين من جنوب قطاع غزة إلى شماله من ضمن بنود الاتفاق. وكان مصدر من حركة حماس قد قال لشبكة CBS اليوم إن المفاوضات عقدت أمس السبت في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم تحرز تقدما. نقلت الصحيفة عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن عقد الصفقة يعني إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا مقابل 40 يوم من التهدئة وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين. لكن إذاعة مونتي كارلو الدولية نقلت معلومات مغايرة لما أوردتها المصادر المصرية في قناة القاهرة الإخبارية، حيث قالت أنه ومع انطلاق المباحثات عادت نقاط الخلاف الكبرى لتطغى، وتحديدا مطلب الفصائل الفلسطينية بوقف دائم للحرب، الأمر الذي رفضه علنا وتكرارا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أكد مسؤول كبير في حماس لم تكشف عن اسمه أن الحركة لن توافق بأي حال من الأحوال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقفا دائما للحرب. المسؤول اتهم نتنياهو شخصيا بأنه يعرقل جهود التوصل إلى اتفاق لحسابات شخصية. أضاف المسؤول في الحركة للإذاعة مونتي كارلو الدولية أن حماس طلبت أن يتضمن الاتفاق نصا واضحا وصريحا يؤكد على وقف كلي ودائم لإطلاق النار، لكن إسرائيل ترفض هذه النقطة حتى الآن. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية، فإن حماس حصلت على ضمانات من أمريكا بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وأن القوات الإسرائيلية لن تواصل القتال بمجرد إطلاق سراح الرهائن. عاشت الصحافة يومها العالمي في 3 مايو الجاري، وفي هذا اليوم استذكر الكثير حال الصحافة في العالم والمخاطر التي تواجهها. وقد كتب الأغيض السيد علي مقالا في موقع عربي بوست بعنوان حرية الصحافة تحت الحصار، جاء فيه: يقول الكاتب الشهير جورج أورويل إن حرية الصحافة إذا كانت تعني أي شيء على الإطلاق تعني حرية النقد والمعارضة. بينما بدأت حرية الصحافة تظهر بشكل أكبر، وكان ذلك مع تطور التكنولوجيا وزيادة الوعي بأهمية حقوق الإنسان في العصر الحديث، واجهت تحديات كبيرة، فكان السبب الرئيسي في ذلك هو التقييدات الحكومية والضغوط السياسية والاقتصادية. فتأسست منظمات دولية مثل مراسلون بلا حدود ومؤسسة فريدوم هاوس لحماية حرية الصحافة وملاحقة المخالفات ضدها. يقول الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين: لقد من الله علينا بثلاث في هذا البلد، حرية التعبير وحرية التفكير والمقدرة على عدم تطبيق أي منهما. أما عن العقدين الأخيرين فقد شهدت الصحافة العالمية أسوأ حالاتها في العالم، فمنذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011 سجل فريق المركز السوري للحريات الصحفية أكثر من 1511 انتهاكاً بحق الصحافة والصحفيين من قبل الحكومة السورية. فبحسب التحديث الأخير للمؤشر العالمي لحرية الصحافة
لعام 2024 جاءت سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة تلتها إرتيريا. أما عن إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فقد بلغ عدد الصحفيين والإعلاميين الذين استهدفهم الكيان الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في 7 من أكتوبر عام 2023 بلغ أكثر من 140 قتيلاً وقرابة 70 جريحاً، بالإضافة لاعتقال 53 صحفياً بينهم 4 صحفيين مختفين بشكل قسري بحسب مؤشرات الأسرى لحرية الصحافة. نشر موقع يمن فيوتشر تقريرا نقلا عن صحيفة التلغراف البريطانية، قال فيه إن ميليشيا الحوثي تتعاون مع فرع تنظيم القاعدة في تهديد جديد لليمن. جاء في التقرير أن الحوثيين يساعدون تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من خلال إعطائه طائرات بدون طيار وإطلاق سراح شخصيات رئيسية من السجن. تضيف الصحيفة أن هذا التنسيق جاء لاستعادة السيطرة على المحافظات الجنوبية من المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. بحسب ما جاء في الصحيفة البريطانية فإن الطائرات بدون طيار حصل عليها أبو أسامة الدياني، وهو زعيم جهادي مقرب من القيادي في القاعدة خالد باطرفي الذي يحتفظ بعلاقة وثيقة مع الحوثيين. واستنادا إلى تقرير الصحيفة فإن الطرفين تبادلا أسرى قبل بضعة أشهر، حيث أطلق الحوثيون سراح القياديين في التنظيم القعقاع البيهاني وموحد البيضاني مقابل 2 من مقاتليهم. قال إياد قاسم المحلل اليمني ورئيس مركز ساوث 24 للأخبار والدراسات، إذا استمر الضغط على الحوثيين قد يلجأ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى تنفيذ عمليات في المياه الدولية. تشن ميليشيا الحوثي هذه الأيام حملة على قاعات الأعراس لاختطاف الفنانين والاعتداء على قاعات الأعراس واعتقال أصحابها في محافظة عمران. وقد وصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الحملة بالهستيرية والمسعورة. قالت الشبكة في بيان إن عناصر تابعة للحوثيين بقيادة المدعو نايف أبو خرفشة مدير أمن محافظة عمران المعين من قبل الميليشيا دهمت صالات الأعراس بعربات أمنية وعسكرية واعتقلت ثلاثة فنانين هم هاشم الشرفي ومبروك الديحمي ومحمد الديحمي ونقلتهم إلى جهات مجهولة. قالت المنظمة أيضا نتابع بقلق بالغ هذه الحملة المسعورة التي تنفذها ميليشيا الحوثي بحق مالكي القاعات والفنانين في عمران. وفي بيانها كذلك طالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية. بعنوان عبودية لطيفة، كتب سمير عطلة مقالا في صحيفة الشرق الأوسط عن تجربته في استخدام جهاز الآيباد للتعلم والمطالعة والكتابة والبحث عبر الإنترنت عن كل شيء. نتابع هذا المقال. العادات عبودية، قالت أمهات الأمثال وخلاصة التجارب. وقد كنت أعتقد أن الأيباد اختراع لطيف دخل حياتنا ومعه جملة من الفوائد الحديثة في العمل والسلوى وماذا أكثر. وبرغم إخفاقي في الانتساب إلى العصر الضوئي فإن القليل الذي أفدت منه في استخدام الأيباد كان جما. أول وأعظم الأشياء أنني أقرأ صحفي صباحا وأنا في غرفتي، وثاني الأهميات التأكد من الأسماء والتواريخ واستذكار الأقوال والأحداث، ومن ثم التأكد من سلامة اللغة، والمطالعة بلا حدود وجدول الضرب، وشراء الكتب الصادرة حديثاً أو قديماً. من دون أن أدرك اكتشفت أن الأيباد أصبح رفيقي الأول في حياتي اليومية، معلم وصديق ومساعد ورن موسيقي وإرشيف وذاكرة ومدقق لغوي وابن منظور. ولم يبقى سوى أن يغلي لي قهوة الصباح، وأعتقد أنه قريباً سوف يفعل، لكنه الآن معطل، ولذا فأنا في العصر الحجري. لا وسيلة لدي أعرف ماذا يدور في العالم ولا ماذا حدث له منذ أن ذهبت إلى النوم الليلة البارحة، وبالتالي عن ماذا أكتب فقد يكون حدث مهم قد وقع ولم أدري به. بعد يوم واحد من معرفة استخدام هذا اللوح الساحر تكون قد أصبحت إنسانا ذا مؤهلات وتخرجت من مدرسة على أعتاب العلم. وبين يوم وآخر يتحول قول شكسبير الشهير المسألة هي أن تكون أو لا تكون إلى تعرف أو لا تعرف. وبعد تعطيل الأيباد عدت إلى فئة الذين لا يعرفون.
العادة جميلة وقاسية، تعيش كل عمرك من دون شيء ما، وعندما تفتقده لا تعرف أن تعيش يوما واحدا من دونه. كل ما كنت تعده اختراعا مذهلا يصبح ضرورة مألوفة يصعب الاستغناء عنها. صور اليوم من صحيفة العربي الجديد والتي نقلتها من وكالة جيتي، وهي لمجموعة تماثيل ألبسها المحتجون شعارات داعمة للقضية الفلسطينية. دعونا نشاهد كيف ساندت التماثيل قضية أبناء غزة. وفي آخر جولة لنا لهذا اليوم مجموعة من رسوم الكاريكاتير، نتابع. إذن مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة، في أمان الله.